المقادير اللي استخدمها عندي صدور دجاج، هنا لبن، لبن شرب وليس حليب. هذا الحليب، الحليب كميته جدا بسيطة، تقريبا 3 ملاعق كبيرة. عندي بهارات، فلفل أسود، ثوم مطحون، بهارات دجاج، وبابريكا، بوكسومات. بس يلا نبدأ. أول شيء عندي صدور الدجاج خالية من العظم، هنقصها شرايح بالطول. هذه قطع صغيرة ما نبغاها زي كذا. زي كذا تكون. إذا خلصت صدور الدجاج عندي هنا اللبن، هنزل عليه الحليب. ليش الحليب؟ عشان يخفف الكثافة حقت اللبن. لبن شرب، أرجع وأكرر ثاني. خلاص شوف كيف هنزل على اللبن البهارات. عندي بابريكا، بهارات دجاج، فلفل أسود مطحون، بودرة ثوم. تقدروا تحطوا كمان إذا تبغوها حارة، تحطوا صوص سيراتشا، تزودوا من البابريكا، تحطوا فلفل حار إذا تبغوه سبايسي. طب كده خلطتي جاهزة، هنغطس فيها إيش؟ شرايح صدور الدجاج زي كده. خليها وخليها نص ساعة في الثلاجة، نرجع لها كده. طبعا كل ما سبتوها وقت أطول كل ما كانت النكهة حقتها أطعم، بس طبعا ما عندنا وقت كثير، هنخليها نص ساعة وارجع لها. طيب هذه البوكسومات عندي نفس البهارات اللي استخدمتها، هنزلها عليه. عندي فلفل أسود، بابريكا، ثوم مطحون، وبهارات دجاج. نخلطهم كده سوا. طيب ما استنيت على الدجاج كثير، خرجته من الثلاجة. هذا هو. خلاص دحين هنطلع قطع الستريبس، نغطسها وين؟ في البوكسومات. نرجعها ثاني، نغطسها ثاني في البوكسومات وجاهزة. شوف كيف. هذه هي. ايش اسوي؟ هرجع اغطسها زي كده على السريع ونرجع ثاني على البوكسومات. خلاص كده شرائح الستريبس جاهزة معايا على القلي مباشرة. شايفين؟ قول بسم الله. خلوها كده على الزيت، لا تقلبوها مباشرة، 5-7 دقايق بعدين تقلبوها على الطرف الثاني. كده
كذا صار جاهز معايا أحلى وأسرع ستريبس دجاج. شايفين؟ بسمعكم الصوت. شايفين كيف؟ اللي يحب الصوصات عندي هنا صوص كوكتيل، هنا مايونيز، هنا صوص ترافل، انا احبه بصراحه. هذه اخر شيء خلاص، اسمعوا